السلام عليكم. محاضرة اليوم راح تكون عن الجاما راي لوج، وهي أيضا أجهزة مهمة جدا. راح نشوف مدى استخدامها وتطبيقاتها. راح تشوفون دائما هذا الجهاز ما ممكن الاستغناء عنه، لأنه يكون هو من الديبث كنترول لوجز اللي ينزل ويا كل الأجهزة ويا كل الرنات اللي يصير خلال عمليات الحفر وعمليات الإنتاج، وخلال عمليات أيضا الأدفانس لوج. كلها راح تكون هي هذه الجهاز اللي دائما ينزل مع أغلب السيتات اللي موجودة. بداية الجاما راي هي راح مثل ما تعرفون هي يعني موجات كهرومغناطيسية تكون ذات طاقة عالية، يعني وتطلع من يعني يصير فيها emitting من نواة الذرة، واللي تكون على شكل radiation يعني إشعاع. الجاما راي أيضا راح تشوف إنه مستويات الخصائص الطاقة مالتها اللي راح تنبث أو تطلع من الأحجار أو المعادن الطبيعية اللي موجودة بالصخور. راح تشوف شنو أشكالها وشنو المعادن الأساسية اللي راح تسبب لي أو تخلي لي الجاما راي كإشعاع ينبثق من هذين المعادن. فالجاما راي لوج هو راح يعني جهاز تسجيل راح نشوفه مستمر خلال الويل، يلقط لي الإشعاعات المنبثقة من الأحجار أو الصخور اللي موجودة المكمنية، وخصوصا الصخور الشيل اللي تكون بها نسبة عالية، والصخور اللي تكون اللي هي ساندستون، لايمستون، دولومايت، هذني راح تكون بيها نسبة الإشعاع قليلة. التطبيقات الجاما راي راح نشوف انه اهم تطبيق هو حساب الشيل كونتنت او فوليوم اوف شيل. راح يحدد لي اللثولوجي، ايضا ممكن يحدده السمك الطبقات والفورميشنز، هذني من التطبيقات المهمة. راح يحدد لي اياها النت باي ثيكنس والجروس ثيكنس، هذني كلهن يحدد لي اياهن جاما راي. اكو اجهزه من الجاما راي احنا نسميها الناتشرال جاما راي، ناتشرال جاما راي تولز، هذه راح تعطيني نسب المعادن. مثل ما ذكرت لكم اكو معادن هي تكون مشعه واللي هي تكون متواجده بالصخور، مثل البوتاسيوم، اليورانيوم، والثوريوم، هذني كلها راح تكون موجودة ضمن الصخور. وهذه راح ممكن انه من خلال جاما راي مجرمنت انه احسب النسب والتراكيز اللي موجودة بهذه المعادن. ايضا هو راح يحدد لي اذا كان عندي كول فورميشن او كول طبقة الفحمية، انه هذه راح تكون غير مشعة، فراح تقرأ الجاما راي قدام هذه المنطقة فتشي كلش قليل، فهذه ممكن احددها من خلال الجاما راي. والتطبيقات الأخرى اللي هي الاستراتيجرافيك والفورميشن كورليشنز، يعني التطبق والكورليشن، ممكن انه استخدم الجاما راي بهذه القياسات او بهذه الطرق حتى اسوي كورليشن بين الويلز نفسها وخلال الفورميشن ككل. واحدة من التطبيقات المهمة ايضا انه تكون هي تريسر للراديو اكتيف انجكتد ماتيريالز. هذه بعمليات الانتاج يحقنون مواد مشعة ويريدون يشوف وين توصل وشون راح، يعني ممكن اعرف هي وين استقرت، اذا خلال فورميشن عمليات انجكشن مثلا، اذا يسوي انجكشن للراديو اكتيف ماتيريالز ويريد يشوف وين وصلت على اي عمق بالضبط. فهنا احنا نسميه تريسنج، يعني تتبع اثرها من خلال الراديو اكتيف ماتيريال اللي هي تبث اشعه جاما. فاذا نزل جاما راي راح يقرانا بالضبط وين هي، بيا عمق وبيا تكوين، وش قد نسبها وش قد التراكيز اللي خاصه به. ايضا هو هذا التطبيق المهم انه عمليات البيرفوريشنز او التثقيب، انه راح تنزل جاما راي وسي سي ال كولر لوكيتر نسميها، فراح تكون الجاما راي في الشيء اساسي حتى يكون تحديد العمق مالتي بالضبط وين موجود، العمق اللي انا اريد اثقبه على اي مجال،
وبالضبط ايش قد الثكنس اللي انا راح اختاره. فالجاماري ايضا راح تكون مهمه جدا في عمليات التثقيب على اعتبار انه تعطيك العمق الدقيق بالنسبه لل وبالنسبه للاوبن هول وبالنسبه للكيس هول. يعني ممتاز هذا الجهاز انه يشتغل بهذني المكانين، يعني ممكن ننزله بالكيسنج هول وممكن ننزله بالاوبن هول. الناتشرال جاماري مثل ما ذكرت لكم انه المعادن المشعة واللي موجودة بتراكيز يعني مختلفة، واللي هي راح تكون موجودة ضمن الشيل أو ضمن الساند أو ضمن أي تركيب صخري، ممكن أنه نشوف أن ذني ثلاث معادن الأساسية اللي هي البوتاسيوم والثوريوم واليورانيوم. فهذني طبعا مطيك هنا بهذا الشارت يبين لك نسبة الطاقة اللي راح تبث بها الجاماري. يعني على سبيل المثال هنا تلاحظ انه الطاقة تركز بالنسبة لليورانيوم، خلي بس نطلع الكرسل نشوف هنا نتكلم، شوف الطاقة مالتنا راح تكون تركيزها تقريبا 0.5 ملي فولت. هنا راح تكون الطاقة اللي تركز بالنسبة للثوريوم ايضا راح تشوف التركيز مالته من 0 إلى 1 ويوصل الى حد 2.5. بالنسبة للبوتاسيوم هنا هذه الطاقة الوحيدة اللي راح نشوفها 0.46 اللي هي الطاقة اللي من خلالها تسوي لك إيميتنج للجاماري ويقراها الجهاز. فكرة عمل الجهاز احنا ذكرنا هذا الشيء انه المواد المشعة اللي موجودة بالصخور ممكن انه تقراها الأجهزة الجاماري، وفي طبعا هذه الأجهزة تكون بيها ديتكترز اللي هي الكريستالين نسميها نوع الديتكترز مالتنا. فهذا يكون كلش دقيق، يحول هذه الفوتونات الضوئية إلى الطاقة اللي تجي بها هاي الفوتونات راح يحولها إلى طاقة ضوئية، وهذه الطاقة الضوئية راح يترجمها إلى وحدات قياس ممكن نقراها على شكل لوج بالنسبة للجاماري. طبعا هذا التفصيل مال الجهاز موجود بالأدبيات، بس احنا نفتهم انه اذا تريد نشوفهم ذكي بس يكون راح تلقون بتفصيل عن الديتكترز اللي موجودة بالجاما ري وشون تصير عملية الديتكشنز بالنسبة لها. الجاماري ايضا المعادن اللي موجوده بها كصخور والنسب مالتها ممكن تشوفون من هذا التيبل، واللي هنا راح نشوف الهايلايتد بالنسبه للساندستون رينج افريج. كبوتاسيوم ممكن نلقى من 0.7 إلى 3.8، بالنسبه لليورانيوم راح نشوف انه من 0.2 إلى 0.6. هنا طبعا نشوف الوحدات هناك كونستريشن، يعني هنا معطيك اياها كنسبه يعني سوري، وهنا معطيك اياها كتركيز بارت بير بليون بالنسبه لليورانيوم والثوريوم. بالنسبه للبوتاسيوم راح يكون على شكل نسبه مئويه من اللي موجوده من الصخره. فهنا بالنسبه للشيل راح تشوفون انه النسبه مالته راح تكون اعلى يعني كتركيز بالنسبه لهذين المعادن الثلاثه راح تشوفون شيل. فلهذا دائما الجاماري ممكن انه تميز لنا الشيل عن الساند او الدولومايت او اللايمستون انه بالنسبه للتراكيز العاليه للمواد المشعه. فلهذا راح تكون هي فتشي اساسي او فتشي دقيق بحسابات الشيل فوليوم او الشيل كونتنت. هنا منطيك فد رسم توضيحي يعني يبين لك انه الجاماري تقرا يعني كرينج من 0 إلى 150 مثلا، هذا السكيل الستاندر، او تلقاه مثلا مرات من 0 إلى 200 كوحدات اي بي اي. هسه هم راح نشوف شنو الاي بي اي. ف مثل ما تلاحظون هنا راح تشوف انه الشيل ساند كل ما راح تصير عندك نسبة الشيل كل ما تزيد نسبة الجاماري. فهنا نسبة الشيل عالية هي هذه الفورميشن، وهنا ايضا، وهنا راح تلقى الفولكانيك اش ايضا يعطيني فد نسبة تراكيز على المواد المشعة. بالنسبة لبقية الصخور مثل السولت انهايدرايت الكول الكلين ساند كلين لايم دولومايت هذني كلها راح تقرأ نسب منخفضة بالنسبة لل جاماري، وهي تعطيك اقل نسب خصوصا اللايمستون والدولومايت الانهايدرايت العفو الدولومايت. بالنسبه للساند راح يكون بي ديسبيرس الشيل، فهنا راح تشوفون مثل الشيل ساند هنا راح تشوفون القراءه اعلى. اوكي
الكلين ساد هي راح تكون هي اقل. الجبسوم ايضا راح تكون من نسبه الصخور اللي تكون من نسبه الراديو اكتيف ماتيريال بها قليله. بالنسبه للوحدات اللي خاصه بالجاما راي، كانت سابقا الوحدات هي غير يعني نقول متداوله او شائعه، يعني كانت كل شركه لها وحدات خاصه بها. مثلا كانت هاليبرتون لها وحدات خاصه بالجاما راي، شلمبرجر كذلك. فمن تكون عندك مختلف الرنات من الجاما راي يكون صعب يعني انه تجي تفسر لوجات من مقاولين مختلفين. فلهذا يعني سووا فد وحدات مشتركه ونسميها يونيفرسال، يعني تكون متعارفه ومتداوله من قبل الجميع. فكانت الوحدات اللي اقترحوها هي وحده الاي بي اي، او مرات نشوفها جي اي بي اي، كابي اللي هي جاما راي اي بي اي. هي تعرفون مختصر الاي بي اي هي امريكان بتروليوم انستيتيو. فهذه كانت الوحدات اللي ستاندر، يعني الفكره بشكل مبسط انه سووا يعني مثل الموديل او سيميليشن، خلوا بت اللي هي حفره تكون عمقها 24 قدم وعرضها 4 اقدام، وهذه طبعا راح تكون من مقطعين. المقطع الاول تكون هو من الجبس عفوا السمنت اللي نوع البورتلاند، والمقطع الاخر اللي هو خلي يكون هو هذا كانما التدرج به لليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم، يعني نسبة المواد مشعة نسبة عالية ومتدرجة ومعروفة قيمها، يعني وتقل تركيزها إلى أن توصل إلى نسبة قليلة من المواد المشعة. فعلى أساسها سووا كاليبريشن لهذه التول وهذه الوحدات، فصارت الوحدات اللي هي متداولة وحدات الاي بي اي. فراح تشوفون السكيل مالته من 0 إلى 150 أو من 0 إلى 200. بالنسبة للجهاز الجاما راي ممكن يشتغل بكل الظروف، راح نشوف انه تصحيحات البور هول افكت راح تكون قليلة، فما راح يتأثر بعطيان الحفر بنوع طين الحفر، ولا راح يتأثر بنوع الفلود اللي موجود داخل البورز. فلهذا ممكن راح تشوفه يشتغل بالواتر بيزمات، غاز، اويل، كيست هول، اوبن هول، يعني يشتغل بكل هذني الظروف. ممكن انه تحصل على قيم دقيقة الجاما راي، وكل ما تعيد الرن راح ترجع لك نفس القراءة، الريبيتيبلتي راح تكون عالية يعني التكرارية بالنسبة للجهاز. فلهذا احنا دائما نسوي ماتشنج بالنسبة للديف. بالنسبة للجاما راي هي الأساس بأنه تكون أنه الكنترول للدبث راح يكون على أساس الجاما راي. هنا مقارنة بالنسبة للجاما راي والأس بي، في حال أنه الأس بي ممكن أنه يشتغل في الظروف المتاحة له، راح نشوف انه الديفلكشن او الترند اللي يمشي به الاس بي هو نفس الترند اللي الجاما راي. فمثل ما تشوفوا هنا مثلا في المنطقه الكلين راح تشوفون انه الاس بي هي نفس الترندنج اللي تمشي على اساس الجاما راي. فبالمناطق الشل ايضا راح تكون قليله، وهو هذا الشل بيز لاين وهي مناطق الشلي بالنسبه للجاما راي. وهنا طبعا راح تشوفونها اغلب الاحيان انه الجاما راي والاس بي يكونون على نفس التراك، ف راح تكون هي الاساس انه تحدد لك الثيكنس بالنسبه للطبقات والجروس ثيكنس بالنسبه للريزيفر روكس، على اساس تطلع البي ثيكنس بالنسبه للجاما راي والاس بي لوج. طريقه حساب الشيل، الطريقه الاعتياديه هي انه هذه المعادله راح تشوفوها دائما، وهي هذه البارامترز اللي موجود بالمعادله هي الجاما راي لوج والجاما راي كلين والجاما راي شيل، يعني هذني جاما راي لوج، جاما راي كلين، وجاما راي شيل. شو نقصد بيهن؟ بالنسبه للجاما راي كلين هي لما تكون عندك كلين زون وثيك زون، هي هاي راح تكون القيمه اللي تستقر عليها، وهي هاي راح تكون المينيمم فاليو وتكون كونستنت بالنسبه للجاما راي كلين. وبالنسبه للجاما راي شيل ايضا هاي راح تكون كونستنت وثابته بالنسبه للمناطق اللي تكون شيلي، وهي اعلى قيمه بالنسبه للمنطقه اللي تشتغل بها. فعلى اساس هذا راح تتغير فقط قيمه الجاما راي لوج على طول مقطع او الانتربل اللوجنج اللي انت محصله، فراح تحصل الجاما راي اندكس، وهي هاي مرات راح تشوفها هي نفسها في شيل. بس اكو علاقات ثانيه ممكن انه من هذا الشارت او من هذه المعادلات اللي مبنيه اساسا على هذا الشارت، راح تشوفون هذا لاريونوف انه الفي شيل هنا هو نفسه، فراح تشوف انه خط 45 درجه، فهو هذا الاي جي ار اللي هو
جاما راي اندكس هو نفس البي شيل. وبالنسبه للطرق الثانيه اللي هي الاولدر روكس او التيرشري روكس ستايبر كلافير ذني كلهن طرق ثانيه اذا انت تحددت بهن ممكن تحسبهن. وهذا راح نشوف بالمثال هذا راح نشوف الفرق بين هذين الطرق اللي مستخدمه. فهذا اذا انت عندك معرفه بالمنطقه اللي تشتغل بها ونوعيه الصخور وتركيبها وتعرف انه هذني راح تصير بها الحسابات تتعلق بها. وراح نشوف هنا يعني من خلال الشارت انه تعطيك يعني مينيمم فاليو بالنسبه للفي شيل مقارنه بالمعادله اللاريونوف اللي هي هذه المعادله. فراح تشوف انه قيمه الفي شيل راح تقل هنا كل ما يزيد عندك الجاما راي اندكس راح تكون تعطيك قراءات اقل بالنسبه للجاما راي. فخلينا نرجع هنا نشوف هسه هذا مثال. على سبيل المثال اذا تريد تقرا الجاما راي كلين هي هنا راح تكون عندك تقرا الفاليو مالتها وراح تثبتها. وعندك الجاما راي شيل اللي هي اعلى منطقة خلينا نشوفها هنا مثلا او هنا نقطة واحدة ما راح تكون فاليد يعني اكثر شيء. بس هذه هم مثلا شيلي فورميشن او هنا خلينا ناخذ لنا فد نقطة على سبيل المثال نقول هي هاي نقطة الجاما راي ماكسيمم وهي هاي راح تمثل لي الشيلي. بس هي هنا منطقة يعني قليلة لانه تبين لك هي هاي شيلي ساند او شيلي لايم حسب الحالة اللي موجودة عندنا. فراح المهم راح تخلي تثبت قيمة الجاما راي كلين والجاما راي شيل وراح تقرا بالنسبه للزونات البقيه الاي والبي والسي قيم الجاما راي وراح تحسب على اساسها الفي شيل. والمفروض تحسبها بكل الطرق يعني هذا راح يكون لكم فد براكتس تجربون بهذه المعادلات او الشارت في حساب الفي شيل. النوع الثاني من الجاما راي طبعا هذا النوع اللي هو يعطيك نسب المواد المشعه احنا نسميه سبكترال جاما راي. هذا راح يحدد لك النسب ايش قد البوتاسيوم واليورانيوم والثوريوم اللي موجود. فراح تشوفون هنا مثلا بالشارت هنا راح يبين لك او سوري هنا باللوج بالنسبه للبوتاسيوم راح يكون بيرسنتايل وبالنسبه لليورانيوم والثوريوم راح تكون بير مليون العفو كنسب كونسنتريشن. فهنا راح تقدر تقرا القيم مالتها وراح تعرف ايش قد قيمتها كلوج مسجل. وبعدين من عندها اكو معادلات او مثال اريدكم ترجعون عليه بكتاب زكي بسيوني ايضا وتطبقوه تشوفون يوضح لك انه شلون يحسب لك يطلع لك بعدين بالخلاصه النهائيه يطلع لك ايش قد قيمه الجاما راي واضح. فهنا الكوركتد جاما راي راح تكون انت عندك والاس جي ار اللي هي سوند جاما راي هي راح تكون موجوده عندك بالنسبه لللوجات اللي متاحه بالنسبه للحل. ف نشوف السبكترال جاما راي هذا هم انا معطيك فد مثال وبين لك الحالات وراح ارجع احاول انه اعطيكم هذني بالهوم وورك الامثله اللي تتعلق بالسبكترال جاما راي وشلون تحسب من عندها الفاينل او الكوركتد جاما راي. لانه مثل ما تعرفون انه في المناطق اللي تكون بها نسبه المواد المشعه للثوريوم واليورانيوم والبوتاسيوم اذا كانت عاليه راح تعطينا الجاما راي الاعتيادي من راح يقرا قيم اعلى من القيم الحقيقيه للجاما راي. فهنا نحتاج نسولف كوركشن حتى نشيل تاثير هذه المواد المشعه ونقرا الجاما راي بشكل اعتيادي او قيمه الجاما راي المصححه. هنا شكرا وانتظار يعني انه ارفع لكم الفيديوهات. تحياتي.